من المعروف أن ما يصل إلى 70% من الأمهات تصبن بحالة اكتئاب ما بعد الولادة، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض الكبير في هرموني الاستروجين والبروجستيرون في جسم المرأة، ما يسهم في الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة. لكن دراسة حديثة توصلت إلى خلاصة مفادها أن الحالة المزاجية السيئة للأمهات يمكن أن تؤثر على نمو أطفالهن وقدرتهم على الكلام. فريق علماء بمعهد ماكس بلانك للعلوم الإدراكية والدماغية بألمانيا قاموا بدراسة مدى قدرة الأطفال على تمييز أصوات الكلام عن بعضها بعضا، ومدى تأثر تلك القدرة بتغير الحالة المزاجية لأمهاتهم. وتبين لهم أن أطفال الأمهات المصابات باكتئاب ما بعد الولادة أظهروا معالجة أقل نضجاً لأصوات الكلام في 6 أشهر الأولى من حياتهم. تعد القدرة على تمييز الرضيع للأصوات شرطاً أساسياً مهماً للخطوات الإضافية لاكتساب اللغة. الدراسة استخدمت وسيلتين قبل أن تتوصل إلى هذه النتيجة. الأولى اعتمدت على مدى قياس قدرة الطفل على فصل الأصوات عن بعضها بعضا، والثانية اعتمدت على أجهزة رسم تخطيط كهربائي لدماغ الطفل. وتبين أن نمو دماغ الطفل وتطور قدرته على الكلام كان أسرع للمواليد الذين كانت أمهاتهم في حالة مزاجية أكثر إيجابية بعد الولادة. خلاصة الموضوع أن الرضيع يشعر بأمه، ومنها يستمد قدرته على التطور الجسدي والذهني. لذلك ينصح الأطباء بتأمين بيئة صحية سليمة للتواصل العاطفي بين الأم وطفلها. من عمان نرحب بنريمان عريقات، الأخصائية وأخصائية الطفولة المبكرة. أهلا بك سيدتي. إذن ما علاقة انخفاض هرموني الاستروجين والبروجسترون بعدم قدرة الرضع على الكلام في حال إصابة الوالدة بحالة الاكتئاب؟ الله يسعد صباحكم يا رب وصباح المشاهدين. احنا هنا بدنا نحكي من جانب تربوي، واظن موضوع الهرمونات الافضل نسال فيه الاطباء النفسيين، لكن بشكل عام اي تغيير على هرمونات المراه بياثر على مزاجها، وهذا احد ابرز الاسباب لاكتئاب ما بعد الولاده او الاكتئاب او اضطرابات المزاج اللي بتصير قبل الولاده. هلا اي تغيير في مزاج الام تلقائيا بياثر على الطفل سلبا، واي توتر بصير في الجو الاسره سواء بسبب الام او الظروف المحيطه بالام بسبب الولاده بياثر على الطفل سلبا. طيب، تابعت حضرتك التقرير ومضمون الدراسه، ما هي النقاط الاهم التي سيستفاد منها في مجال تربيه الاطفال وتطوير نموهم بشكل سليم وامن؟ حلو. هلا احنا دائما بنقول انه الطفل لما يتعلم سواء في المدرسه او في البيت لازم يكون في بيئه ايجابيه مريحه. ليش؟ لانه اي توتر بغض النظر شو سبب هذا التوتر بياثر على مناطق التعلم في الدماغ. فاحنا يعني بعض الاهل بيحكوا انه الام ما إلها دخل، الام خلص هي مكتئبه لكن هي ما عم تاذي الطفل، لكن الطفل عم بشعر بهاي التغيرات وعم بحس، وخاصه اذا في طفل وعم بشعر بالغيره بسبب اخوه الجديد او الاهل مو مراعين هذه النقطه. فاي توتر بغض النظر ايش سببه بياثر على مناطق التعلم في الدماغ. احد ظواهر التعلم او طرق التعلم اللي هو تعلم اللغه عند الطفل، فالدراسه هي ركزت على اللغه، لكن هذا لا يعني انه التوتر بياثر فقط على اللغه، هو بياثر على اي تعلم عند الطفل. سيده عريقات، ما الذي يجب على الامهات ان ينتهجنه لتجنيب اطفالهن هذه الحاله؟ جميل جدا، أشكرك على هذا السؤال. أولا في البداية إحنا لازم يكون عندنا وعي وتقبل إنه عادي يصير عند الأم اكتئاب ما بعد الولادة أو اضطرابات المزاج اللي قبل الولادة. الزوج لازم يكون متقبل لهذه الفكرة،
ليش ايش اللي بيفرق انه احنا اتقبل او ما اتقبل الموضوع؟ لما اتقبل الموضوع على طول بتوجه لاختصاصي الطب النفسي، بعالج الامر وعلاجه. اذا انا يعني سارعت فيه مجرد ما ظهر ما رح ياخذ اسابيع، لكن اذا انا اهملته رح ياخذ اشهر ورح يغلبني. الامر الاخر انه انا اهيئ الطفل. كيف يعني أهيئه؟ أهيئه عن المولود الجديد. أي توتر أنا متوقعته رح يصير معي كأم ألاقي بديل للعلاج أو ألاقي بديل لتجنبه من الطفل. يعني مثلا لو أنا انصبت بالالتهاب ما بعد الولادة، ما بدي أترك الطفل، لا، أو أوجد نعم بديل. هذا البديل ممكن يكون من أحد الأقارب أو ممكن يكون من خلال دعم الأم. كمان ضروري جدا إنه إحنا نوجد أنشطة للطفل عشان يفرغ يعني توتره الله فيه، يجنبنا لأنه هو التوتر الذي يحيطنا ما بعد الولادة وما بعد الولادة للأسف. شكرا جزيلا لك ناريمان علاقات أخصائية الطفولة المبكرة.